الصباح مع السبعة ونص تقريبا ديال الصباح تدخل عليا واحد المجرم كان باغي يقتلني في مرة، ما في حتى شي بلاصة صحيحة، عينيا تقبالي دايرة عرق في عينيا، وجهي مهرس ثلاثة تهريشات، يديا 120 غرزة، وصحتي كل مقتولة، ما قدش دابا تتنفس، الهضرة ما تنقدرش نهضر بزاف، نمشي وليت كان نقدرش نتمشى، واش نقول لك اختي هادشي ما كتب الله، الحمد لله على كل حال، كاين شي مساعدة من عند الناس، غير شي طبيب، عينيا تتبكي النهار كامل حدا لا، شي طبيب يشوف من حالي، تعالج، حتى انا حتى الجهد غادي وتينقص، مع رانا نهار نزفت بزاف، السيد ما عندي معاه حتى شي علاقة اللي وطيدة اللي هاد، معرفة ديال 15 يوم، السلام واش تزوجي بيا؟ قلت له لا خويا اسمح لي، انا ما نقدرش، صافي هي هاديك، كان غير فين، كان كيجي عندي كيقول لي غندير لك، ولكن انا ماشي معرفة قوية، باش انا غنثق بالتهديدات، يعني ما انا مخطوبة، ما انا شارية خاتم، ما انا شارية سلسلة، ما حتى شي حاجة، يعني ماشي جواج، هذا كيقول لي غندير لك غنفعل لك غنترك لك، كنقول عادي كيهضر راكي هذا كنقول له صافي اسمح لي حقا من بعد هادي تمشي في حالاته حقاش انا خدامه على وليداتي خصني نخدم على راسي كنسلك معاه وهي فاش النهار اللي جاب الموس تحت منه وبقى كيضرب 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 انا الصراحه كنت ناويه انني غنموت ما كنتش ناويه غنعيش حقاش بزاف العين تقبهالي هي كدمعها على راسها الوجه مخسر التخسيره هنا الراس كله ودن تحيدات ودن غير تخيطه للطبيب يدي من هنا المهم عينيا تدمع نهار كامل كيهبط منها شي حاجه ما عرف شنو هي شي مساعده شي طبيب اللي يعاونني عينيا هي كتدمع ما بقيتش قادره تنجي للطبيب من طبيب لطبيب نهار كامل وانا تنضرب في اطباء شي حد اللي قد يعاون راه غير يتيمه عندي وليد والوالدين ديالي موفين بالكونسير هاد السيد ما عرفتش كي جا كي القدر ما غير غنتعذب انا معذبه غير في الاطباء كنقيل كندور هادشي اللي بغيت لا لا والو ما مي با 15 يوم سلام واش تزوجي بيا ان شاء الله من بعد ولا كيقول لي لا غتزوجي بيا قلت له لا خويا اسمح لي راه ما حيت انا بالنسبه لي خدمتي ككليان كنضحك كنهضر مع كليان مرحبا هادي ايه مرحبا هادي مرحبا خصني ندير كليان خصني عندي انا باش نصور مع داك المصروف نادي يعني اي واحد كنعطيه واحد الوجه اللي زوين باش ما نخسروش ولكن انا ما نضيتش داك الوجه اللي زوين يولي هكا بهاد الطريقه هادي هادشي ما كاين شي علاقه ما عنديش علاقه به انا كنت مخطوبه سابقا ما كنعرفوش مزيان يعني ما عندي حتى شي علاقه به ما فهمت والو كي القدر كنت كنخرخر اختي الدم كيهبط مني كنخرخر في الطبيب بوليس انا غير دخلت صحابهم غنموت جاو عندي هما الاولين حيت كنت في حاله الموت حاله الموت يعني صافي انا نويت راسي غنموت انا راه واحد الدقيقه نعست استحليت واحد الناسه حلوه كنا بقيت ناس يعني كيبقى كيضرب فيا الطبيب طانت كل تبقى كيوقدني وقدني طانت هادشي ما كان السيد منين ضربك السيد؟ كنتي كتحاولي تهربي ولا انا طاكيت بيديا انا كان باغي يخربق لي وجهي كامل طاكيت بيديا راه هرس لي وجهي ثلاثة تهريسات راسي مقصوب طاكيت بقيت كنطاكي بيديا طاكي كنحاول نهرب ويفو كنتحرك يهز كاس كيعطيني حيت انا في الخدمه ديالي كاينين كيسان كاين صندريات يعني كاين الخاوي انا مضروبه كي غندير نطاكي موس بعدا بداني بالموس بدا كيخربق لي بالموس شت قبل عيني بالموس هي الاول عيني راه متقوبه دابا كنت نتمنى من الله تشافى حيت ما بقيتش كنشوف ضربت عينيا في الدار ما كنشوفش مزيان هادشي ما كاين في الله انا طبيب عيا انت اختي انت شوفي شحال من تقرير تشوفي هادشي شحال ها واحد ها جوج ها ثلاثه ها اربعه وباقي لثلاثه اختي الله انا شكي علمني
ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا الشيء ما كان. عيت اختي الطبيب ما بقاش باغي يطلق مني، كل نهار انا في الطبيب ما بغاش يتقاد. هذا الشيء كل مره كيلقاو عندي ديفو في قنت، كل مره كيقلبوني كيلقاو. دابا ما كنتش عارفه راسي مهرسه ثلاثه التهريسات فوجي، عاد عرفتهم. كنت عارفه راسي غير غراز، غير غراز في راسي. دابا وليت مهرسه ثلاثه التهريسات فوجي، عيني متقوبه، عيني متقوبه، ما عرفتش ترجع ولا ما ترجعش. بالنهار ما تنشوفش مزيان، ما بقيتش تنشوف مزيان. السيد عماني هذا السيد، ويدمرني ودمرني ولدي، وانا على قد الحال. الناس عاونوني باش كنجي للطبيب، عاونوا لي شي بركه باش نجي للطبيب. لحقاش انا راه خدامه عيب ويا ويما. انا جبت 150 درهم في النهار، راني كنكون كنطير بالفرحه، وربع الكرا مع الوليات مع المصاريف ما تنسقاليش. وهذا الشيء ما كره. اختي كاينين الناس الجواد شادين لي، شادين لي بسبيل الله. انا ما بريت، انا ما تهزيت، كلشي كيقول لي بقاش غتبراي. هذا الشيء ماشي ساهل. وكي غندير نبره، ما عرفتش كي غندير انا نبره باش نولي نستعد، باش نولي نهز راسي ونهز ولدي، ما عرفت. تعتقل، تعتقل البارح، تعتقل وكيطلب السماحه وقال لك ما كاين والو، ما شافش هذا الشيء اللي دار فيه. واش هو كان في حالة سكر مثلا أو لا؟ وقيل لا في حالة السكر ولا شي حاجة، أنا ما عارفاش شنو اللي خلاه يضربني بديك الطريقة. وخلاه يضربني بديك الطريقه ما عرفتش، باش بزاف على هاد الضرب. ما هي ضربه، ما هي جوج، ما هي عشرة، ما بقى تيشلخ تيشلخ. تا وجهي مهرس، انا ما كنتش ناوي ان وجهي مهرس. اللي في مهرس وجهي مهرس. طبيب وليت غاده جايه، غاده جايه، ما كندور فيهم كاملين. راكي شتي عشرين غشت اميريزكو. هادي هادي لا اله الا الله محمد. التقرير الطبي هذاك، هذاك هذا ما خرجاتش. مازال عندك هذيك سرتافيكا، مازال عندك الوقت، مازال دوري، مازال تقلبي وجهك واش مهرس، مازال تشوفي واش ديري عمليه. باش درتي عمليه؟ درت عمليه وبقى عمليه. وقال لا على نيفي ولا تهرس اللي عندي هنا في وجه. هذا الشيء ما كاين. لا ما جاش عندي، ما جاش. النمره ديالك لايحها انايا، اتصفت لي ميساجات في النمره ديالي. سمحي ليا، ديري ليا، شعلي ليا، تركي ليا، كندير انايا. سمح انا حياتي ضاعت، انا حياتي مشات. انايا منين غنجيب هاد الجهد لهاد الاطباء؟ منين غنجيب هاد الفلوس لهاد الاطباء؟ انا لا ما انا صحيحه ما كنديرش شي حاجه اللي غدر لي صحتي. ما كنحاول نخدم ونتقاتل، يعني ما تنديرش شي حاجه. حتى جا ضرني في مره فاش قد تنوقف. واش بنادم بعد ما كان كيعيش في سلام معني بالله وبصحته، حتى ما بقاش معني حتى شي حاجه. ما عندي عائله اللي غتوقف معايا، ما عندي حتى شي واحد اللي يوقف معايا. هذا الشيء ما كان اختي. ولدي في عمره 9 سنين بال 2015، وانا طلقت في 2016. الاب ديالو ما فحالوش، كون لقيت فحالك راه مشيت انا نتايت معاه. الاب ديالو تزوج ولد وليدات الله يسهل عليه. انا بوحدي تيقول نتقاتل مع يتيم، عندي هاد الوليد نتقاتل معاه حتى يكبر. ما خلاني تختي، قلبي سقط لي الفقر. شي مكان اختي، شي مساعده، شي ناس يعاونوني، شي طبيب يشوف فيا الوجه. الله راه كلي تخربقت، راه غير عايشة بفضل الله، عايشة. السادات الضرب ديال القتل، ماشي الضرب ديال، الضرب ديال القتل باين. العنق ديالي ما غرزتوش، حتى العنق ديالي هزني بجنوية باغي يدورني هكا، هز جنوية باغي يدورني. أنا صحيح الوزن ديالي غليظة شوية، هو اللي الوزن كيضرب ما كي فهمتيني، كيضرب في اللحم كتبقى. وكان شي وحده ضعيفه مسكينه كومشات، والله ما تنوض، والله ما تنوض. وديك شدك الدمايات اللي بقات مني، عندي فيديوهات ديال الدم اللي طاح مني في القهوه، والدم اللي طاح مني في الطبيب. كلشي مخلوع، اي طبيب دخلت عنده مخلوع. هما كيعرفوني دابا كاملين، 20 غشت ميريزكو كلهم تيعرفوني. هذيك البنت اللي شنو قالها، شنو قالها؟ كنت حديثه بوحدي تيني في تورخه في كازا.
راه قالوا لي الناس انه واحد الوقت كان كيهضر بوحدو انه مريض داكشي. قلت له خويا يسمح لي بعد مني ما نويتش انه غيدير فيا هاد الحاله كامله، حيت السيد او بسيكياتر لحقاش بزاف هادشي، بزاف على ضربه بزاف. السيد ما عادش مالوش معايا، يعني ما بينيش وبين شي علاقه اللي غيدير معايا هادشي كامل. السيد مريض طالق، بحال هاد المرضى ما خصهمش يكونوا مطلوقين، ما خصوش يكون مطلوق، خصو يكون بلاصتو في الطبيب كيشرب الادويه ديالو ولا في الحبس. اش هو النتيجه هادشي ما كان. ناصر سمعان 36 سنه، دابا دابا ما عندي فاش نشتغل، دابا ما عنديش نشتغل، ما قدرتش نتهز. خصني شي مساعده، الا كان شي دكتور يشوف وجه الله وجه داك الوليد يعالجني. هادشي اللي كان، شي ناس باغيين يساعدو. حتى داك الوليد راه مريض، ولدي بالتوحد من الفوق، ولدي مريض بالتوحد ما كيقراش مسكين. معليش قلنا معليش، حنا ناس فقراء ما يقراوش بنادم، ماشي مشكل. ما عنديش امكانيات باش نشوف لهم اللي غيشدو دوك الجمعيات غاليين وداكشي. شديت ولدي حدايا وتنتعالج انا وياه، وبدا كيتعلم وكنقول غيزيد يكبر شويه غندير الصدعه. راه عادي، راه شحال من واحد كان صغير وما قررش يقرا ومنين كبر توقد. يعني العلاج في الدار، ربي داك قلبي تيضر لي اختي. النصيحه اللي نقول للبنات، خافوا على راسكم، خافوا على راسكم 100 مره، 100 مره تخاف على راسك. ما عندك ما ديري بجواج بواحد الشمكار، تعياي تعياي تقولي حكا حبي حكا كيبغيني يضربك يضربك، تعياي الشمكار كيبقى شمكار. هادي هو اللي غنقول. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.